ايه وتغذيه ايه واعشاب ايه والحاجات اللي انت بتهتم بيها. المشكله مش في كده، المشكله ان انا لما اعمل حلقه عن علم الفلك وحلقه عن علم الجيولوجيا اللي هو علم طبقات الارض اللي احنا، وسبحان الله اصلا القران الايات القران مليانه بتحضنا على النظر للسماء، والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، دي ايه فلكيه لان علماء الفلك بيقولوا دلوقتي ان الكون بيتمدد، والقران بيقول لك والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، وعلماء الفلك بيقول لك ان الكون بيتمدد، يعني اصلا القران افلا يتفكرون افلا ينظرون الى الابل افلا افلا افلا، وتلاقي القران قاعد يعني القران مش مجرد كتاب سماوي بيقول لك صلي وصوم، ده بيقول لك بص في الكون، بص في السماء، بص في النجوم، بص في الارض، بص في الانهار، بص للاكل قبل ما تاكله. احنا لما بنيجي نشوف الاكل هوب بتقوم هجم على طبق الاكل وتاكله على طول، ده في اوامر، ثلاث اوامر قبل الاكل، فلينظر الانسان الى طعامه، تشغل حاسه التذوق، تشغل حاسه الشم قبل ما تاكل، تشغل حاسه الاستمتاع لما تمسك قدامك تفاحه وتقعد تتامل، فلينظر الانسان الى طعامه. احنا بنمسك الاكل هوب على طول تقوم سبحان الله التفاحه وقعت على راس اينشتاين، وقعت على راس اينشتاين اول ما وقعت على راسه، أنا التفاحة لو كانت وقعت على راس واحد تاني كان على طول هم وراح منزلها في المعدة على طول، والله أعلم هتروح فين بعد كده، لكن التفاحة لما وقعت على راس أينشتاين مسك إيه اللي وقع التفاحة دي؟ ده في وبدأ يكتشف قانون الجذب وبقى نيوتن من العمق في كتاب اللي أنتوا عارفينه وسمعتوا عن الكتاب اللي هو العظماء 100، نيوتن موجود مش عارف ترتيبه التاسع ولا ترتيبه الكام، نيوتن موجود فيه. لو واحد تاني مكان نيوتن، والمشكلة مش كتير كده كمان، المشكلة إن إحنا لما كنا في ثانوية عامة كان في طالب كده متضايق من قوانين نيوتن لكل فعل رد فعل مساوي له، واحنا بقى قاعدين بنحفظ تطبيقات ومسائل على قوانين نيوتن، فبقول نفسي امسك نيوتن ده وامسك في زماره رقبته واقول له ليه قرفتنا بقوانين نيوتن بتاعتك ده، حرام عليك ما كنت كل التفاحه وريحنا. ما هو ما هو ده الفرق ما بينك ما بين الشاب ده وما بين نيوتن. فلينظر الانسان طعامه. فاحنا المشكله بقى مش في علوم الفلك والجيولوجيا والعلوم الوقت اللي احنا اللي المفروض نسال نبتدي فيها، ده في علوم حديثه اصلا لسه ما وصلت لناش، ما بنسمعش عنها الا من الافلام الوثائقيه، يعني مثلا علم النانو تكنولوجي. هل عندنا في اي جامعه من الجامعات العربيه والاسلاميه بيدرسوا علم النانو تكنولوجي؟ اذا كان اصلا علم الفلك والعلوم اللي هي القديمه دي علوم قديمه ولها جذور من عصور الفراعنه ومن عصور اليونان، العلوم دي احنا اصلا لسه متخلفين فيها اللي هي العلوم القديمه، فما بالك بالعلوم الحديثه اللي هي خلت الامر في زمان في ايديهم. هو ايه اللي خلى واحد ايه اللي خلى الناس اللي هم عايزين بيعادوا القناعه علشان ليه؟ لانهم في ايدهم التقدم ودفه الحضاره الوقت، لكن لو احنا في ايدنا المشكله ان العلوم الحديثه احنا لسه ما سمعناش بها، النانو تكنولوجي وعلم الزلازل، يعني احنا عندنا هنا كده علم اسمه علم الجيولوجيا على بعضه كده، لا هناك في علم اسمه علم الزلازل وعلم البراكين والعربيات لما تصطدم ببعضها والتصادمات اللي بتحصل وقوانين التصادم لو اتصدمت بسرعه معينه ولو ماشيه مش عارف بايه، في علم تاني اسمه علم الاصطدام، وفي علم طالع من عندهم برضه اسمه علم الاداره وعلم النفس، علم النفس بس ده علوم انسانيه جاي من بره، علم الاجتماع لا الحمد لله علم الاجتماع نشا من عندنا. احنا ايه العلوم اللي احنا انشاناها بقى؟ انشانا علم الجبر، الخوارزمي انشا علم الجبر الحمد لله، وعلم هو اللي اكتشف الصفر. اي نعم احنا انشانا العلوم بس ليه ما نكملش بقى ابن على ضرب الخوارزمي وابن سينا؟ علم البصريات من اللي انشاه ابن الهيثم، علم قلنا الجبر الخوارزمي، وقلنا ابن سينا او لا الخوارزمي انشا الجبر، وعلم الاجتماع انشاه بسم الله الرحمن الرحيم انشاه ابن خلدون. المشكلة دلوقتي ان احنا ما عادش عندنا انشاء علوم. وفي علم كمان اسمه علم الحشرات ما احناش عارفين عنه اي حاجة، الحشرات اللي هي محيطة بينا في كل مكان وزمان، تخش الحمام تلاقي طك تلاقي النملة طالعة تلاقي مش عارف ايه تلاقي برغوث تلاقي تلاقي تلاقي، علم الحشرات اللي حوالين دي في كل مكان وزمان ما احناش عارفين اي عنه اي حاجة. ومن اللطائف اللي ان شاء الله هنتعرض لها في علم الحشرات النمل. لما كنت بنشئ لغه البرانكا اللي هي ان شاء الله الحلقه الجايه يا جماعه هتبقى لغه الكفيف، تحدث الكفيف مع الاصم، لاول مره هتشوفه في الاعلام العربي كله، عمرها ما اتعرضت في الاعلام العربي خالص، هتشوف يعني ممكن يبقى واحد قاعد قدامه عنده 100 سنه يعني عايش في الارض دي بقاله 100 سنه وعمره ما شاف المنظر ده. لو في الوقت حدث نزول نيزك او شهاب او كسوف شمس او قمر هتلاقي ده حدث فلكي كل الناس بتتجمع عشان تشوفه لان حدث ما بيتكررش. فان شاء الله الحلقه الجايه اللي يوم الجمعه الجايه باذن الله هتشوفوا اول مره في حياتكم، حتى لو الواحد عمره كبير عمره ما شاف البتاع ده. فمعنا اتصال، اتفضل معنا الاخت نهله من الشرقيه، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي. بارك الله فيك يا دكتور أمين، وأسأل الله أن يزيدك علما. يا رب. فوالله أنت نعمة كبيرة من نعم الله علينا، ربنا. وصدق الله حيث قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأقول بأن الله ما منحك هذا العلم إلا لأنه علم أن فيك خيرا، ولأنه أراد بك خيرا. فأسأل الله أن يعيننا ويعينك على شكره على هذه النعمة. يا رب. فالشكر يجلب المفقود ويحفظ الموجود، فلئن شكرتم لأزيدنكم. ثم أقول بأن ديننا يدعون إلى الكد والعمل والاجتهاد، ولقد حثنا ربنا سبحانه على العمل والإتقان، فقال سبحانه: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لكننا وبكل أسف تركنا هذا النور، وذهبنا نتخبط في ظلمات الشرك والكفر ونقلدهم، ويا ليتنا قلدناهم في طيب ما عملوا. لكننا وبكل أسف اخترنا الغش الرديء وقلدناهم فيه، بل سبقناهم إليه. فنسأل الله السلامة والعافية، وأسأل الله أن يزيدك توفيقا ونجاحا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فوقفنا عند نقطة علم الحشرات. فلما كنت بنشئ لغة البرانكا، لغة التحقق، إن شاء الله الحلقة الجاية تشوف الموضوع ده، فأقوله بقى لو الوقت بيشاهد الحلقة مثلا 10 مليون، أتمنى إن كل واحد منهم يقول لـ10، فيبقى الحلقة الجاية هيشوفها 100 مليون، لأن هتشوفوا قولوا للصحفيين وأساتذة الجامعة وقرايبكم وأصحابكم لأول مرة، هتشوفوا معجزة تحدث الأعمى مع الأصم بإذن الله الحلقة الجاية. فلما كنت في صدد إنشاء اللغة دي الأجازة اللي فاتت، كانت الموضوع صعب قوي، فكنت بدور على علوم، كنت بدور على لغات الحشرات، التواصل ما بينهم مع بعض، علشان اعرف ازاي الحشرات بتتواصل مع بعض وابتدي مثلا اقلدهم او كده. فاكتشفت والاول مره في حياتي كنت اسمع صوت النمل. يعني هل عمرك سمعت صوت النمل؟ في عالم يعني جاب الاجهزه اللي هي تحت السماعيه وسجل صوت النمل. بصراحه انا اول ما سمعت صوت النمل ده جسمي اشعر. صوت النمله وهي بتستغيث والنمله وهي بتتكلم، طبعا عمرك في حياتك ما سمعت صوت النمل اللي سيدنا سليمان كان بيسمعه. ان شاء الله لما نيجي لعلم الحشرات هتسمع صوت النمله وتقول سبحان الله، العالم اللي ممكن يكون النمل قاعد بالشكل مع بعضه وبيتكلم مع بعضه، وامم، واصلا عدد النمل بيفوق عدد البشر مليارات. ان شاء الله هتشوفهم وهتسمعوا المواضيع دي. وفي حاجه طريفه كده بس عن هنتناولها ان شاء الله في علم الحشرات وعلم الحيوانات. الفار، الفيران ايام زمان كانت فيران مثقفه شويه. الفيران كان ايام العرب القدامى كان بيحطوا الزيت في جره، فبتبقى الزيت مليان لاخر الجره، فالفار يقوم جاي واقف على راس الجره كده او على ويقوم ايه يوطي ويقعد يشفط الزيت، يمتص يمص الزيت كده، فالزيت مستواه بيقل. ف لو الفار وطى اكتر هيقوم واقع في الزيت ومش عارف يطلع. طب الفار يعمل ايه في الوقت ده؟ شوفوا بقى هدايه ربنا للفار. يقوم الفار يجري يروح يجيب يحط في بقه ميه، ويقوم راجع يقوم حاطط الميه يكبها كده في الجره، ومعروف ان الميه تقوم نازله تحت الزيت والزيت يطلع لفوق، يروح تاني يجيب ميه ويقوم عاملها في الجره، فتنزل الميه ويطلع الزيت ويبص ويمص الزيت. ده دارس قوانين كثافه ده وقوانين طفو ولا ايه؟ ده على كده بقى الفار لو دخل في امتحان فيزياء وقوانين اللي هي الطفو والكثافه وكثافه الزيت وكثافه الميه